الو، ايه يا حبيبتي؟ لا مفيش، انا بس صحيت متاخر، راحت عليا نومه وماما دبستني في ان ازوق العربيه. لا جهاز انت وطنط وانكل، وانا هعدي عليكم اول ما اخلص تزويق العربيه. اه هسيبها للسواق واجي لكم على طول. لا مش هتاخر، مسافه السكه. بقول لك بحبك. يلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. باش يا ماما. ايوه يا روح ماما. يا ماما خلصي يا ماما، هنتاخر على الكوافير، شهد ساعتين وجاي ياخدنا. حالا يا حبيبتي، هكمل مكوة القميص بتاع بدلة ابوكي وننزل على طول. يا بابا يا بابا، ممكن تيجي تكوي قميصك لو سمحت؟ هنتاخر على الكوافير. لا دي مش شغلتي، انا هنا راجل البيت، يعني اشرب وانطر وزعق مش اكوي. على مهلك يا ابو راس، الله يطقلك عرق يا راجل. انا ما بهزرش دلوقتي، امك وقميصك لحسن احلف عليكم انا رايحه. لا انت هتتحكمي فينا، اكمنك اتخطبتي الواد ابن الزواج حبتين. لا يا روشه يا حبيبتي، علشان خاطري ده فرح حلاوي، وانا نفسي اشوف البوفيهات بتاعت الفرح العلاوي عشان خاطر امك يا حبيبتي. يبقى يقوم يكوي القميص. خلاص هاكوي. اي اوامر تانية؟ ايدك على 200 جنيه. ليه؟ حق الكوافير ليا انا وهي. ليه يا غصب كام دلوقتي؟ راس ايه يا راجل؟ هو احنا في مصمت؟ وانت عايزه تتكفري باماره ايه؟ هو انت عندك شعر؟ بره من نفسي؟ لا بلاش حكايه نفسك دي، المعاش على ربي يخلص، واللي موجود يا دوبك يكفينا لاخر الشهر. خد خد يا غشوش 100 جنيه اهم. طب وانا؟ هل عني بقى، انت عايزه تتكفري وتقلعي الحجاب، عايزه تجرسيني ليه؟ هو انا كيس كوافه قدامك؟ يا ريت يا اخويا كان يبقى لك فايده. ايه ده؟ ايه الاحتشاد ده؟ يا نهاركم كوبيات؟ ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا خبر يا نهار اسود، اشيك قميص عندي اتحرق. ايوه يا سعد، نازلين حالا. يلا يا جماعه بسرعه، سعد مستني في العربيه من بدري. يلا يا حبيبتي. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بقفل الباب بالقفل. ايه مش شايفه؟ احنا اي حسره، احنا حلتنا حاجه، ده الحرامي لو دخل بيتنا هيحط لنا فلوس. مش عايز يحط لنا فلوس. وطوا صوتكم يا جماعه، مش كده. على رايك سيبينا من الهم ويلا نفرح. خد يا ام رشا، انا فرحانه معاكي يا اخي. عقبال قابلتك يا اختي، رايحين فرح اخت البيت، عريس بنتي في الفندق. الف الف مبروك عقبال رشا يا رب. ان شاء الله يا رب. الاخبار اللي انت عاملها دي، الحته كلها عرفت احنا رايحين فين. يلا يلا بقى، عايزين نلحق السفر ونحولها. انا عايزك عشان الكعب اللي انت لابساه ده. بس ده الكلام اللي فارحه بيه امك، الكلام وبس. انما تعمل حاجه تكوى قميص جوزها من غير ما تحرقه. لا ما خلاص يا حبيبي، ما انت لبست جاكيته البيجامه وحلوه زي القمر وزي الفل عليك. طب ما تنقيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. كتر خيرك، مش هرد عليك. والله العظيم ده انتوا تفضحوا بلد. ألف 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 مبروك يا أم مختار، ربنا يا أختي يتمم بألف خير. يا رب يا أختي، إن شاء الله يا رب يسمع من بقك ربنا. مبروك مبروك يا هانم، مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، اتفضلوا. سعد يا حاج وصل مسابك للتوزيع. يلا يا حاج. بقول لك ايه؟ هو ابوكي لابس بيجامه تحت البدله ولا انا بيتهيألي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا نرقص. نرقص ايه؟ طب نقعد شويه. لا يلا نرقص. طيب يلا. ربنا يسامحك. دلعت الفراولة عالفاكهة كلها، حتى عالفاكهة. وفي طاقك ده ليه؟ شافت نفسها. وفي ايه دلوقتي يا سهيل؟ الفرح لسه بادئ يا راجل. لا انا باخد الدواء في ميعاده 10:30 بالظبط.
ولا يجري عزب قلبية. يا رئيس هيني انت ما بتسترش ابدا يا راجل، ده بدل ما تكون ترقص معايا زي الرجالة اللي بيقصوا مع مراتاتهم دول. دول رجالة قصدي يعني انا لو رقصت كمان اجوع اكتر وممكن اقع منك. يرضيك يعني؟ لا طبعا ما يرضينيش. طب اتفرج بقى وانت ساكت لغاية ما البوفيه يبتدي. طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة، طب اتدلع يا فراولة، الفراولة. يا ماما في ايه؟ ايه المسخره دي؟ الرقص ده حرام يا ابني، عيب المسخره اللي خطيبتك عاملاها. يعني هو حرام عليها هي بس؟ ما كل الناس بترقص اهي. بس هي بقى مزوداها حبتين. مزوداها ازاي؟ انا شايفها بترقص رقص عادي جدا. ده رقص عادي جدا؟ طب روح لامها بقى بدل ما اشتكيها لابوها وامها واعمل لك مشكله واخلي ليلتها سودة. وحصل ايه لكل ده يا ماما؟ كل ده ما حصلش حاجه. لا عادي، انا شايف يعني ناس مبسوطين ومزقططين حبتين. اه الفرح يا حبيبي لحدود، بس مش بالفجور الفظيع ده. فجور ايه بس يا ماما؟ انت شايفاها لابسه بدله رقص. يا ابني بدله الرقص اهون من اللي هي لابساها ده. روح لامها وقول لها خلي ليلتها سودة. انت ايه ما عندكش نخوه؟ نخوه ايه بس يا ماما؟ انا بكلم حضرتك. وبعدين معاك، اسمع الكلام وانت بقى حسابك معايا بعدين يا استاذ. اهو اهو سافه للعروسه. اهلا 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 سعاده الباشا. الف مبروك يا راجل يا عجوز. لا عجوز ايه، انا لسه شباب. معايا يا باشا هنطبق مستور، ده لو انت مواليد سنه واحده. محدش يقدر يغلبك ابدا يا عبد الستار. الا الحكومه يا باشا. ده مختار ابني يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا بك يا مختار ابني. نورتنا نورتنا. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل اتفضل. انا بقى غلطان اني قلت لك. انا مش فاهمه ليه مامتك من ساعه ما اتخطبنا وانا مش نازله لها من زور. مين اللي قال لك كده بس؟ حطاني في دماغها قوي ومش هتهدى لما تخرب عليا. على فكره بقى انت خيالك واسع جدا، لان امي دي اطيب ست ممكن تقابليها في حياتك، ولا يمكن تفكر بالطريقه دي. والله امال تفسر بقيمته بعيدها ليا في كل خطوه واعتراضها عليا عمال على بطال. مهتمه بيكي وده اكبر دليل على انها بتحبك. يا رشا المشكلة كلها ان امي دقة قديمة حبتين من جيل غير جيلنا خالص، وهو ده بقى اللي عامل لنا مشاكل. وان شاء الله بقى المشاكل دي هتفضل مستمرة كتير. لا لا مش كتير ولا حاجة، ان شاء الله اول ما نتجوز ويتقفل علينا باب ما حدش هيقدر يقول لنا تلت التلاتة كام. لا يا سعد، مامتك مش هتجيبها البر معايا، وانا عارفة انا بقول لك ايه وبكرة تشوف. تصبح على خير يا سعد يا ابني. انت من اهله يا عمي. عقبال ليلتكوا يا حبايبي. تعيش يا طنط. رشا خلي الديسكو في يوم تاني بقى. لا يا سعد احنا كنا متفقين. معلش انا تعبان طول النهار وبكره عندي شغل الصبح بدري لازم انام. خلاص قعديني على الديسكو في طريقك وانت مروح. ايه الكلام ده؟ معقوله بنت زيك تسهر لوحدها لحد الصبح؟ الشله كلها هناك ومستنياني، واي حد فيهم ممكن يروحني. انا ما اقبلش خطيبتي تسهر لوش الصبح وحد غريب هو اللي يرجعها. غريب ايه؟ دول تامر وهاني وسهى اصحابي وزمايلي في الكليه. يعني هما زمايلك في الكليه دول يبقوا من بقيه اهلك؟ انت بتغير. عموما خلاص انا ممكن اخلي سهى توصلني بعربيتها. يا سلام، ما انتوا كده هتبقوا اتنين بنتين راجعين وش الصبح لوحديكوا كده. فاكراني هطمن يعني؟ خلاص تعالى معايا ساعه واحده بس وبعدين نروح بعديها على طول. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بمروحه الديسكو في وقت متاخر زي ده. يا سعد سهى مستنيني ولو ما روحتش هتزعل مني. ما تزعل ولا تتفلق. سعد لو سمحت ما تغلطش في سهى، دي صاحبتي الانتيم، ولو غلطت فيها كانك بتغلط فيها انا بالظبط. ماشي يا رشا حقك عليا. ساعه واحده بس عشان خاطري. وحياتي وحياتي يا سعد وحياتي. امرنا لله. هي يا رشا يا بنتي هتطلعي ولا هتروح الديسكو؟ انا انشفت من البرد. خلاص يا بابا هنروح، اطلع انت وماما لا تاخدوا برد. ماشي خلي بالك منها يا سعد يا ابني، رشا دي زي اختك. اختي ايه يا عمي؟ دي خطيبتي. مش كلنا ولاد حواء وادم تبقوا اخوات؟ سلام عليكم. واحد لابس بيجامه تحت البدله ما هو لازم يقول كده طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما بقولش حاجه. صباح الخير يا امي.
صباح الخير يا حبيبي. على فين؟ رايح الشغل. طب مش هتفطر الاول؟ لا ماليش نفس. مالكش نفس ده ايه؟ لا لازم تفطر طبعا. ولا الهانم بسلامتها نكلت عليك. هانم مين بس يا امي؟ اللي خدتك بعد الفرح وسهرت الوش الفجر، كنتوا فين؟ يعني رحنا سهرنا كده شويه. سهرتوا فين؟ اذا كان كل المحلات مقفله بعد الساعه 2. كان زمان على ايامكم، دلوقتي الاماكن كلها ما شاء الله بتقعد لغايه الصبح. بعدين اشمعنى انا يعني اللي فتح لي التحقيق ده؟ ما مختار رجع بعد مني. ايوه مختار كان عنده شغل، كان عنده طلبيه لازم يسلمها بنفسه. طلبيه؟ انت طيبه قوي على فكره. اكيد بقى الفكره دي فكرتها طبعا. لا بصراحه هي يعني كانت فكرتنا احنا الاثنين. يا ابني ما تداريش عليها، انا عارفاك كويس. انت ليه بس حاطه نقرك من نقرها كده؟ عشان هي طايشه ومش عايزه تكسبني. معلش يا امي اعذريها، لسه صغيره برضو. صغيره ده ايه؟ دي عمرها 23 سنه. يعني 23 سنه تبقى عجزت؟ ما هي صغيره برضو. انا كان عمري 23 سنه، كنت مخلفاكوا كلكوا وكنت فاتحه بيت عيله. يا امي الزمن غير الزمن، انت من جيل وهي من جيل تاني خالص. يا دي الزمن ويا دي الجيل اللي انتوا ماسكين فيه. يا ابني في حاجات مهما مر عليها الزمن لا يمكن تتغير ابدا. زي ايه بقى؟ يعني مثلا الواحد الصحيح ممكن يبقى نص؟ طبعا لا. الحق سنة 60 ممكن يتغير عن الحق في سنة 2010؟ برضو لا. الحق يا ابني هو الحق، وقيس عليه المبادئ والأخلاق. أيوة هي عملت إيه يعني؟ في قلة أدب. أيوة جاية الفرح بفستان آخر مسخرة. يا أمي كان في بنات كتير جدا في الفرح لابسين زيها ونفس الموديل، أنا متابع الموضة كويس. وفين أخويتك بقى يا أستاذ؟ اللي خطيبتك اللي هتبقى ان شاء الله يعني في المستقبل هتبقى ام عيالك، وهي داخله الفرح كده بفستان اخر مسخره، واللي رايح واللي جاي عمال يبص على لحمها. ايه لغيتنا اخوتك عشان الموضه؟ عموما يا امي احنا امبارح اتخانقنا خناقه كبيره جدا، وتقريبا كده كنا هنسيب بعض. يا الف نهار ابيض يا اخويا، ما تسيبها وتخلصني بقى. انا مش قادر افهم انت ليه بتكرهيها قوي كده. عشان انت بتحبها اكتر ما بتحب نفسك، عشان هي مسخره عاملاك شخشقه في ايديها بتهزها قدام الناس. يو يا امي بقى انا بصراحه ما بقتش عارف اتعامل معاكي خالص، عن اذنك بقى. يا خساره يا خساره تربيتي فيك يا سعد، يا خساره. زعل امك ليه؟ وانا عملت حاجه يا حاج؟ ما تشوفها هي اهي بعد اذنكم بقى. سعد مغلبني يا حاج، مغلبني اخر غلب. وبعدين البنت اللي خطبتها له دي مش مريحاها ابدا. هو قال لك كده؟ هو بيقول حاجه ده تايه في دوائرها مش عارف يخرج منها. سيبيه يغلط ويتعلم يا حاجة. بس مش في الجواز يا حاج، مش كفاية مختار واللي حصل. الشر بره وبعيد، الله يخليكي ما تجيبيش السيرة دي. استغفر الله العظيم يا رب، ده حتى البنت اللي اسمها نورة ما اتكلمتش لحد دلوقتي. ما يلحقوش يوصلوا يا حاجة، ماليزيا بعيدة، جيت 12 ساعة طيران. يا اخويا ربنا يوصلهم بالسلامة يا رب. يا رب. طب انا مجهزة لك الفطار، مش هتفطر ولا ايه؟ لا معلش مش حاضر، كلتي جامد من الخروب بتاع امبارح، قايم تعبان حبتين، هشرب قهوه بالحبان في المحل. المهم انت مش عاوزه حاجه اجيبها لك وانا جاي؟ تسلم لي يا رب، عاوزه سلامتك يا اخويا، بالسلامه. الله يسلمك. لا اله الا الله محمد رسول الله، في حفظ الله وامانه، مع السلامه. الله يسلمك. خد بالك من نفسك يا حاج.